اللي لك علينا ان حضرنا بعد الفجر ولا اي وقت اقول نادني وابشر بالسعد. والله صاير حلو والله صاير حلو الله يعيك. يا اخي لكم معجبين صدقون يا خايس انت يا والله طق قمقم غالي سعود انت تضيق دخل هنقر صح؟ تضيق هذا دخل هنقر والله مو برد والله الكبر تحومك تبرد ابوك انت البرد بالله يا ولد تدري خالد عبد الرحمن ترى عادي تبي تصور عادي والله اني سامح لك ولي الكابيتان والله عادي يا اخي تبي تصور شف كيف اصارحك شف الله وين رايح وين رحت طيب؟ رحت قريب ايش سويت؟ تقهويت؟ لا اكلت ايش اكلت؟ ماك ماك ايه؟ ايش طلبت منه؟ بوك تيستي لا وجبه ما راح اقول اسمه يلا يقو ها بوك تيستي ها؟ ايش كليت منه؟ وجبه ما راح اقول اسمه لا يلا أمانة ها والله بالله قله يا مرحبا كيف أصير دانكن؟ وتشربني إيه؟ ها؟ إيه أنتم اللي ما طلعتوا حنا عاد كسرنا الحجز هذا أنتم ما أدري شلون تبي تشوفون الوضع تبي تجلس ثلاث أيام أنت مع العالم برا ثلاث أيام نوم تقوم كذا ايرور ناظر سيارات شارع مساك الله بالنور ايه جدالك وفره في جيبك يا ابو ناصر اوف ما عاد في جدالات للحين اليومين ذي ما عاد في جدالات طال نابي وطال ثيدي اوف للكرم وللعز وللمجد الكاميرا ويطول لسان شوف بقول لك شيء كل الاشياء تراك تدري وانت تدري بالخطا اني ادري بس انت تدري بالخطا اللي عليك خطايا لجودي ما هو بمني واعتذر لا صار مني لا ارادي اعتذارك حتى نويت تصد عني صد عني والله ان الوضع عادي وانت عادي انت عادي لا والله انت والله ما انت بعادي يا ابو ناصر نرجع المحور حديثنا اسلم ها زدت خطا فوق الخطا ها لحظه الادراك خطاي اني صبرت اكثر من اللازم البيت لحظه الادراك احنا طبعا طالعين براعي احنا معدينا انتم كيف بتعدونه نعدي مين من لا يعني الادراك لحظه الادراك بعد ما تلاحظ بعد 100 يوم أو 103 يوم تشقلص لقيت ما يلا عرفت؟ والله يعني ظالي تعود الحين تروح تجي بعد ما طلعت برايم أول ثلاث أيام كيف جدولك؟ أمانة؟ إيه ما أدري إيش أسوي شوف أنا أول ثلاث أيام إيرور أقوم يا ولد ناس وين؟ قليش؟ أروح أفطر أرجع البيت أنت براسم خطة انت بتضحك اللي راسم خطه ما وش تبي ترسم خطه وش خطه اطلع من هنا اروح يمين يسار الف يا عمي انا اول ما طلعت رحت الفندق نمت قعدت اسالك بالله ادور منه المايك ادور المايك ادور عبود من خرش عبود مايك ساكم قلبه انت متخيل هذه كلها تهون اجتني لحظه ادراك ترى متى راح تجيك لا طلعت بعدها باسبوع تجيك لحظه ادراك ذيك فاقد انك تشم ريحه التراب هناك فاهم دور عسكري الاحداث اللي تصير بالغرب دانكن لا دانكن انت بتضحك فيصل دانكن اسمع يا دانكن طلعت واروح البيت تخيل لنا داني خاله نادتني امي اقوم افزرك الناس اللي هني شلون قمت والله العظيم كل ما اطلع يجون الجهال يغلدون يركضون مشوار يعني مثلا ضايع ما اصب لي شاي ركض اقسم بالله صارت عادي صارت عادي
ادوش عادي عادي انت ما كنت كذا اصور اصور ما امسك القهوة اتأنطر احد يجيني امانه صب لي امانه هب لي امانه حط لي اخلصك قمت اتكلم بكلامكم من كثر ما عشتكم قول لي يا اخي خلاص يا اخي بدل سوي تشينج قط لسانك جيب لسان جديد يا اخي خلاص ارجع لسان الكويتي تعودنا يا اخي والله تعودنا والله 10 قوم 40 يوم اصبح معهم كان عشتكم 100 يوم اصبح معهم مين اصبح منهم لا بس الله يعينك يا فيصل والله العظيم ليش صدق شوف احنا كلنا موجودين بالجلسه طالعين طالعين ايش طالعين برايم عرفت شلون يعني طالعين برايم طالعين برايم يعني طلعنا برا المجتمع وخلصنا وتعودنا وكسرنا حد هذا ورجعنا صالحين عادي يعني عرفنا هم يا ولد يجيهم كذا يروق لا شوف اذا هم ركزوا على مثلا روتين معين اذا شوف انا هذه لابد اني اسويها على روتين معين والوضع اللي داخل هني ما يختلف عن اللي برا اللي داخل طبقه برا انت طيب مع 25 شخص دايم برا ما عندك مشكله تدري متى تحس بفيصل إذا جيت وجلست لحالك تنزل من خويك رياض بعد ما تفرون وتمشون هذا أول يوم عرفت؟ وتبي تروح نزلك للبيت تقعد لحالك اسمع إيه فيصل نزلت للبيت وانت داخل كذا رايح لغرفتك تقدق بالجوال شوي هنا تشتغل لمبة يا أخي أنا صدق بغرفتي بسريري ما في أحد بجنبك تسولف معك قبل النوم هذا طبقه مع اهلك تستانس فيصل شفته على هني طبقه مع اهلك استانس والله تستانس صرت الروتين اللي كنا نمشي عليه قبل لا ندخل في اي شيء ايه روتين الاشياء البسيطه دي اشتقت اتوقع كلكم ما ادري مشتاقين لها الاشياء البسيطه اللي ازعج قبل حلوه بس حلوه بس راح تحل اللي هني اكثر وهذه هذه اكيد اللي بحلها هذه لا فكرت فيها والله تفتحت ايش يا قطاع ابليس يا اخي عايش انت يا اجتهاد من جد انتوا تسوون ما تتكلمون يا عمي مساله انك تلقى الشامبو حقك كل يوم هذه بحد ذاتها طفش طفش ترى طفش ايش تلقاه اذا ما تغش تعال الشامبو حقي ما في سعاده محارش زهق جوارك دائما مشحون مشكله شوف ما في احد مقربشني على السلك غريبه ما في احد يقرب صدق والله ان تعودنا على اشياء شفت رفع ضغطك شفت انت انا ادريبك ترى شفت دبله التبد هذه تبي تبكي ما في احد يدبل تبدك يا حبيبي انت رجعت راضي دايم رايق دايم افقد ليه افقده؟ لا والله ما افقده انت فقدته التبد لا والله ما افقده والله ما افقده ليه افقده؟ من زينه شبيبه شامبو اجي لو سمحت دقيقة شامبو بيج شامبو قد اجي ما القيني لو سمحت دقيقة خليني اجيب لي كرة لو سمحت لو سمحت وقف الصدر يقول اتعكس على ذيك الغرفة شارب مش من مكتوب يضر اسنانك شنو انت طريفة مصورين سناب خلصنا توبي ما بتوب توبي اي والله ظاهري ايش علومك والله بخير كويت وهل الكويت خل الكويت مشتاق ريحتكم لا صحيح والله شلون طيبين بخير والله كلهم طيبين بس الشيء اللي اذاني هي واحد اني وين ما اروح شلون فلان زين اسالني انا قدامك ليه ما تسالني ما اعطاك والله العظيم وصلت المرحله واحد يعني مثلا انا قاعد في مكان لا طالع اقرب ما انا طلعت انا وخالي نتمشى ويجي واحد والله العظيم شلون الامهات عسى الله يحفظهم طول بعمرهم شلون لما تصور تحطها كاميرا في وجهك في وجهك والله العظيم شو نسوي جاني حطه كاميرا فاجي شلون فلان يا اخي طيب انا قدامك سلي يا اخي خليني استانس قال شلون فلان طيب كلمه ولو جبر خاطر كيف المتابعات في الكويت للامانه شوف صدى البرنامج بالكويت قوي جدا بشكل يعني بنسبه 80% ليش مو 100% لان من قبل كثرته تم الاعلام او الشاشات التلفزيونيه مشي الليل ما تلفزيون طيب فيصل خلاص خويك اخطا ليه تدق ما دق انا اعرف وش ابي يركز ابي اعرف وش تلفزيونيه وش ذي شاشات تلفزيونيه التي في التي في ما يدعونك انت غبي تجيب الكلام على نفسك متابعين اول باول فاهم والله جيب الكلام على نفسك اي والله رحت المات موجودين
ضبط ما زعلت انا من تقولوا منه تعال قاعد يعني مع الريح انت غلط تخلى اقعد فيصل ابو ناصر تريح اليوم اسمعي ريحه ال ما الكلام ما اقنع معك لا تروح يمكن بستيرية ولا في شيء بستيريتك يمكن لا 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 معك معك توجي فيها تلجق بثوبك لا يمكنها في ستيريتك البندق هني هني البندق والله ريحة قهوة يبرك بالقهوة وينك يا فيصل موجود والله ندري انك موجود كل ابشرك كل شغلك خلصتها كل شيء يلا لك الحمد لله انا ولا ترى اذا رحت بتخلص شغلك برا معك اي شغل اللي في الاستوديو بروفا بروفا بروفات لا تحرقوا خلوا 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 بالنسبة للتبليغ والله العظيم اني صادق الربع تراهم مشتطين في البروفات عشان كذا بروح معك انا للربع المشتطين تم 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 انا معك في اللي تبي يا ابو ناصر نرجع لمحور حديثنا فمو مهتمين لكن سبحان الله هذا الكلام اللي انا وصلني وشفته من بعد بداية انطلاقة البرنامج والنسخة والله العظيم بالله كريم يعني وصلت لكل بيت فردي يعني انا مثال دشيت البرنامج اكيد اهلي بيتابعوني صح ولا لا؟ قرب واللي كرم هالنعمه يا اني طلعت من البرنامج والله وبالله كل ما اقعد من النوم العصر وادش على اهلي القاهم قاعدين بالصاله والله شغلين القناه والتلفزيون يجوني اقعد ياهم شلون اخبارك شو اخبار طيب؟ اي بخير الحمد لله والله العظيم يخلوني يطالعون من البرنامج سوى فلان يزيني علينا والله كذي لا جاء بدون تحيز اقسم بالله العلي العظيم ابعطيك وضع البيت الجهال ابو ثلاث اربع سنين قاعدين كذي يطالعون تخيل يتحرى الظهري يجي لا يتحرون الشباب جاء فلان جاء مثلا انت يا سالم ولا انت يا تركي ولا جلد واحد هذا اللي يجلد يا ولد حماس يدافعون عن المتسابقين جلد شلون مباراه مثلا الهلال والنصر شنو الديربي هني كذا نفس القادسية والعربي طيب انا قمت اتضايق اقعد عندهم يسالوني طيب من ضاري تبي الصج شوف ابا يعني انا بقولك الكلام عادي يا جماعه اقول ايه وش هو من اللي فالمتسابقين عندنا بالبيت ايه ابوي انا مالي شغل ابوي يموت فيصل يستاهل يستاهل البطل يستاهل البطل يستاهل اللي ما يحبه والله من اللي ما يحبه الوالده يطول عمره السلامه ما ادري يعني ما ادري انا يعني شنو السبب ما ادري اقول لك والله تنصدم وليد الحين يستاهل ابو ناصر وليد هذا وليد الوالده وليد جدي كذلك وليد يستاهل ابو ناصر جدي هم بعد كذلك يستاهل الصغار كلهم عبد الله القمر يستاهل يستاهل ابو واحد منهم يشجع انت يا معاذ يستاهل هذا الغرام عيال خالتي انت ماجد ماجد الشهري نص ماجد استانس استانس والله العظيم 70% ماجد الله يحفظه 70% ماجد يستاهل ابو سعد و 30% انت يا حمد واحد منهم الثاني باحمد تدري منو؟ يستاهل اليوم جيت قلت له انا شو اسمي قال لي ما اعرف يعقوب هي هالولد صغير ايوه يموت لي ما حد فيهم محمد صراحه ما اتوقع تموت بي لكن الله يحفظه لكن فيه نتفه صغيره واللي كرم هالنعمه تصدق يعني حاطه خلفيه ما تخيل خلفيه ايش؟ حاطه صوره واحد انا من المساوي جو انت شقرا امرها سنتين ثلاثه تموت بالوضع هذا تستانس عليك احمد شمري سروت لا اجل احمد شمري لا اجل احمد لا خالد سلي اجل احمد محمد ناصر لا نايف انت انا والله العظيم الله وحده والله العظيم عمرها سنتين عمرها سنتين ما لحقت يا ربي صغيره اسالك بالله فهمت كذا صورتك تدري وحده تدري وحده اللي لابسها نظارات في صورة وصورك لابسين نظارة حتى مصدر عمره كم؟ والله ان شاء الله باذن الله ما تروح الكويت الا بهدية لها مخصوصة من جعل باذن الله اخ عيال حتى انا هدية شو اسمه؟ عيب لا عادي والله عادي بتحت البث علمني تحت البث تحت البث والله ان شاء الله ما تروح الكويت الا بهدية وتوصلها باذن الله تبي ايفون 14 خلف جاي على خشمي والله ايفون 14 اقسم بالله ما يغلى عليها اسمع بس ورع عمره سنتين كيف اسمعني انا ولد اخوي الصغير اصغر واحد اسمه محمد
تدري يحب منو اكثر واحد فيكم؟ عايضون محترف. ايش؟ يحبك. يبيني اقول بتوصله هديه. توصله هديه ايفون 14 يبي. الهديه عايض انا ما يصير تقول الادمي هذا ما شاء الله عليه.